قبل قبل ما اكمل معاك على مساله الخدع والسبشل ايفكتس والفيوز اللي بيتركب فيبان كانه في طلقه دخلت او يعني الحاجات دي دا. ايه اللي جذبك للشغلانه دي والتخصص ده؟ هو الشغلانه يعني هي هي هو حب بقى طبعا يعني هو طبعا عشان تحب المجال لازم لازم تبدع فيه ف او ممكن بما انك حبيت الشغله ديت فلازم تبدع فيها صح بس فهي حب كده بقالك قد ايه؟ 12 سنة في المجال اه أو. أول مرة كانت إمتى؟ تفتكر أول عمل اللي اشتغلت فيه؟ أعتقد لا كده اللهم زيد اللهم بارك اه لا كتير <applause> لا حاجات كتير أوي لا يعني أصل هو المجال دوت في مجال إعلانات ومسلسلات أفلام حاجات كتير جدا يعني وزائد فيه حاجات بتبقى أفلام تجريبية وفي حاجات مم. أفلام بتبقى صغيرة ديت اللي هي بتاعت المهرجانات في حاجات كتير جدا يعني موضوع السبشال افكت بيخش في في حاجات كتير جدا خدت القرار ده امتى امتى قلت انا هشتغل في ده من كل الحاجات بتاعه صناعه السينما انا نقيت دي ودي اللي هتخصص فيها أه هقول لحضرتك انا اصلا اصلا في الاساس انا فنان تشكيلي اه, أه قسم نحت انا يعني فكره اللي هي الموضوع السينما او الكاميرا اللايف دي بالنسبه لي كانت حاجه زي حلم كده <applause> فوجودي مع الكاميرا اللايف بأن أنا أستخدم الماتيريال اللي أنا درسته آه أنا دارس الخامات بس إن أنا أقدر أوظفها بطريقة معينة في الخداع البصري دي كانت بالنسبة لي حاجة حققتها الحمد لله. بس كمان عشان انت دارس نسب لان انت نحات. ممكن. فدارس نسب فبتبقى بالنسبه لك لما دي المشاهد من خلال الكاميرا هيشوف فلازم تبقى الحاجات نسبها واحجامها عامله ازاي يعني. دي حقيقه دي حقيقه وزي زي ما حضرتك شفت الموضوع الترابيزه ده آه. برضو فيها جزء دراسه. طبعا. لان دارس ماتريال. دارس ابعاد دارس اوزان مساحات ثقل توزيع اوزان توزيع احمال الحاجات دي بتفرق معايا شويه احنا الحاجات دي كنا زمان بنضطر نجيب لها متخصصين زي ما بيقولوا كده من بلاد بره نجيب اجانب ما في فكره برضه انا عايز اقول لحضرتك بمناسبه الموضوع الاجانب اللي حاصل في الفتره الاخيره في السينما المصريه م. ان هي بقت بتواكب او التطور بقى سريع جدا فيها وفتره إن الفتره اللي فاتت كانوا بيستعينوا باجانب كتير آه. ابتدى دلوقتي دخول الاجانب لمصر مع الكرو ابتدوا يعلموهم حاجات ابتدوا يكتسبوا خبرات المصري معروف بقى ان هو يعني لم لما لما اه لماح ويحب ياخد الحاجه ويزود عليها او يبتكر عليها لحد ما بيحتار فيها الاجنبي يعني بعد ما بترجع له بيقول انت ازاي عملتها بالخامات البسيطه م. وده اللي حاصل فعلا ان ابتدى في تطور في مجال السينما المصريه بالنسبه لمجال السبيشال افكت بالخصوص او منفذ الخدع السينمائية التنفيذ الخدع السمائيه طورنا، أنا بالنسبة لي طورت كتير يعني طبعا. عن الحاجات اللي كانت متعارف عليها قبل كده. كماتريال طبعا الفكرة اللي دايرة دلوقتي ان المفروض أهم حاجة السيفتي. مم. يعني ما ينفعش أستخدم ماتيريال في نسبة مثلا 40% ممكن يعمل ريسك في ال 40%, 40 رزك. رزك. أو طبعا عالية جدا. نسبة عالية ما أقدرش أستخدم ده. صحيح. التوجه دلوقتي ان أنت ازاي تقدر تستخدم خامات أعلى أمان أعلى جودة بتحقق نسبة المية في المية الريل في المشاهدة حلو جدا الكلام ده هل هل تحتاج من وقت للتاني عايز أروح معاك للمشوار بس هل تحتاج وقت أنك أنت تسافر تجدد معلوماتك تنشط Online. Online. ده حصل فعلا بيحصل بالفعل فعلا عظيمة صح. لازم تعمل كده لأن ما كنتش هتواكب لأن كل ساعة النهاردة مع تطور الـ الـ كل ساعة بيفرق عن الساعة اللي قبلها ويعني لازم تواكب دوت بأسرع وقت <applause> آه ما كنتش هتواكب هتتأخر كتير قوي لازم تواكب صح